السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة سكريبتات برمجية. حنكمل في الدرس الثاني عن البي اتش بي والماي سي كيو ال. اوكي، اذا احنا بنفتح على لوكال هوست ومر على بي اتش بي ماي ادمن. طيب هلا بي اتش بي ماي ادمن ظهر لي عدة امور وعدة خيارات، داتا بيس، اس كيو ال، ستيتس، يوزر اكاونت، هاي اللي قدام راح تعرفوها كلياتها. اوكي، احنا اللي بيهمنا يعني انت اول لسه اول اشي بدك بتبدا حتفتح لك هاي الصفحه. في حال لسه انت كنت يعني او اول مره بتفتح الصفحه هاي، احتمال يطلع لك اليوزر نيم والباسورد اللي هو حيكون روت، والباسورد ولا اشي فاضي. طيب اذا بتحط نيو. هلا لما انا اجي احط نيو، انا هيك بدي اعمل ايش؟ كرييت داتابيس. يعني انا بدي اعمل داتابيس، يعني على سبيل المثال كيف يعني داتابيس؟ يعني مثلا داتابيس لجامعه. اوكي، مثلا انا بحكي لي هون يونيفرسيتي، او انا مثلا بدي اعمل داتابيس لسكول، مثلا لمدرسه، اسم المدرسه، اسم الداتابيس ايش؟ سكول. هلا جوا الداتابيس هاي راح يكون في تيبلز، او راح يكون فيها جداول. الجداول هاي مثلا عباره عن بتكون مثلا جدول المعلمين، جدول الطلاب، مثلا وهكذا. اوكي، طيب خلينا نجي نعمل كرييت. طيب هلا شو اجي احكي لك؟ نيم نمبر اوف كولومز. هلا بالنيم هون هو بقصد انه ايش اسم الجدول اللي انت بدك اياه. خليني مثلا اجي احكي له ستودنت انفو، يعني معلومات الطلاب، كم كولوم بدك اياهم؟ خليهم 4 مثلا. طيب هلا هون اعطاني انا 4 قيم او 4 حقول. اوكي، ايش باجي بكتب هون؟ باجي بكتب اول حق اللي بدي اياه، او اول اشي انا راح احتاجه. يعني مثلا هلا بالمدرسة عندي طالب. طيب هلا الطالب هذا في له رقم، فباجي بحكي له اي دي ستودنت. طيب اي دي ستودنت في له الستودنت هذا برضه نيم، فباجي بحكي له نيم ستودنت، او مثلا ستودنت نيم ستودنت اي دي. طيب مثلا ستودنت ادرس، مثلا عنوان الطالب، مثلا ستودنت ايميل. طيب هلا جنبها التايب. شو يعني التايب هون؟ النوع ممكن انتجار، فار، كاركتر، تكست، نوميرك، يعني ايش يعني؟ يعني مثلا الستودنت اي دي اللي هو يعني الرقم اللي بدك تميز فيه الطالب. يعني هذا بدنا نعمله احنا برايمري كي عشان يكون لحاله دائما، ونعمله ايش؟ اوتو انكريمنت. اوتو انكريمنت شو بتعمل؟ بتخلي انه كل مره او كل طالب جديد بضيف عندي، يعني بضيف عندي مثلا رقم الطالب 1، رقم الطالب 2، الستودنت اي دي 3، بعدين اذا فات واحد بصير الرابع وهكذا. طيب اذا احنا بدنا اياه انتجر. ليش انتجر؟ لانه هو رقم. طيب ستودنت نيم، ستودنت نيم بدنا احنا التايب تبعه فار كار. فار كار ايش يعني؟ يعني سترينج. طيب او نص. طيب كم النص هذا بدك طوله؟ خلي مثلا اسم الطالب طوله يعني حيوصل مثلا 30، خلي على سبيل المثال اعطيه الادرس مثلا 30، وخلي برضه نص، والايميل برضه خليه نص كمان، ومثلا اعطيه 20. اذا خلصنا من هذا. لو انت في حال كنت مثلا حطيت هناك 4 ومثلا عددهم 4 وانت بدك كمان، عادي ممكن تيجي هون على اد 1 كولومز وتيجي تحكي له مثلا جو. لاحظ هو ضاف لك اشي جديد، فاحنا بكفينا هدول مبدئيا. نجي نعمل سيف. طيب اذا انا هيك انت نقلنا لهي الصفحة اللي هي ايش؟ الستراكشر. ايش اللي هي؟ ستودنت اي دي نوعه، ستودنت نيم نوعه، وهكذا. اوكي، طيب هلا لاحظوا هون عندي داتابيس اسمها سكول. لو انا اجي هيك اسكرها، اجي افتحها، ايش جوا السكول؟ في جواها تيبل اسمها ستودنت انفو. لو اجي اكبس عليها ما في اشي. ليش؟ لانه انا عبيت، يعني انا الستراكشر تبعها او البنية تبعها انه لازم الطالب يكون له رقم واسم وبس. انا ما في عندي لسه المدرسة لسه فاضي ما فيها طلاب. لو انا بدي اجي اضيف، شو باجي بحكي له؟ insert من هون
student ID ما تعبيه انت. ليش؟ لانه احنا حطيناه auto increment فهو لحاله راح يزيد، فبنتركه فارغ. student name مثلا احمد، الادرس مثلا جوردان، student email مثلا احمد at gmail.com. نيجي نعمل go. اذا هاي ضفنا اول طالب، اذا اعطاك صح one row inserted. طيب خلينا نيجي نضيف كمان طالب، الاي دي نتركه فاضي، student name اجي احكي له علي، الادرس مثلا anything. اوكي الستودنت ايميل خليها علي at gmail.com. نيجي نعمل جو. اذا انا هلا صار عندي المفروض عندي علي وعندي احمد. لو اجي على البراوز من هون لاحظ شو اعطاني، شو تو روز، يعني هو في عنده اثنين. لاحظ الستودنت اي دي حكيت لك انه عشان حطيناه اوتو انكريمنت، عشان هو ايش هي بيحكي لك هذا رقم واحد وهذا اثنين. لو بدي اضيف كمان واحد بجي بحكي له انسرت ستودنت نيم، باجي بحكي له مثلا عماد، عماد هون احجي احكي له عماد جيميل دوت كوم. جو براوز. اذا انا هلا صار عندي داتابيس، وجوا الداتابيس هاي ايش في؟ جوا هاي الداتابيس في تيبل اسمها ستودنت انفو، وجوا الستودنت انفو هاي ايش فيها؟ ثلاث طلاب. هل ممكن انا هاجي اجي من هون اجي اعمل ديليت احذفه من عندي؟ ما في مشكلة، ممكن اجي اعدل عليه، اجي اعمل له edit مثلا، اعدل هون مثلا اسميه انس، اجي اعمل جو. اوكي فما في اي مشكلة. طيب اذا لهون الدرس راح نخلص، وبالدرس القادم راح نشوف كيف راح نشبك قاعدة البيانات هاي بالكود مع البي اتش بي. وبتمنى لهون تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وما تستنوا تعمل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة، ويعطيكم الف عافية.